أختي الكريمة، إذا لاحظت بالفترة الأخيرة قبل فترة نتنياهو كان حلم حياته التضامن مع السعودية، بدي بصراحة، وفجأة وقف كل شيء. ما سألتي نفسك ليش؟ لأنه هون بمربط الفرس. أختي الكريمة شوفي، بقية دول الخليج طبعوا مع الكيان وكذا وكذا، بس بقية السعودية، السعودية بمكانتها الدينية ما تقدر فجأة إنه والله إنه نطبق مع إسرائيل وكذا وخلصت. لازم تصير ترتيبات يا أختي الكريمة، وعلى ضوء هالترتيبات إنه تكون مشيت الأمور كلها مثل ما بدهم رسموها. يعني وما المانع سيد محمد؟ ليست المملكة العربية السعودية ليست الوحيدة أو الأولى التي طبعت مع إسرائيل، الجميع أكيد طبع مع أكيد، بس إسرائيل، ولكن منهم من يعني من أمام الكواليس ومنهم من خلف الكواليس، صحيح صحيح، بس ليست ولكن جديدة. أختي نعم، هناك الكريمة، صراحة سيد محمد، هناك من صراحة أنا جميع الضيوف يخرجون معي يتداولون نفس التوجهات أو نفس سياق الحديث بذاته. هناك من يخرج ويقول بأن التطبيع هو المشكلة، هناك من يقول بأن الفلسطينيين هم الضحايا، هناك من يقول أن حماس هي المخطئ الأكبر، والجميع يتحدث على سياق واحد، ليس هناك نبرة مختلفة في الحديث. أختي العزيزة، أنا قصدت أنه لأجل مكانة السعودية ووزنها في الدول العربية هي اللي مربط الفرس عليها أختي. يعني لازم السعودية ونتنياهو، ارجعي للتصريحات تبعته، للفيديوهات تبعته اللي كان يقول أنه في، ولما كمش خريطة بإيده أنه شلون أنه المخطط أنه تمر للتعاون والتجارة بين دول الخليج وعلى رأسهم السعودية. أختي هي كلها، طيب أنا ما بجيب كلام من عند حالي يعني. سيد محمد، دعنا نحسبها أو نقارن أو نضع هذه المقارنة بهذا الشكل: التطبيع مع السعودية مقابل مقتل 200 أو 300 إسرائيلي، برأيك هل إسرائيل تضحي بمن خسرتهم منذ 7 أكتوبر إلى اليوم مقابل تطبيع مع المملكة العربية السعودية؟ بجاوبك، تصريح نتنياهو الأسبوع الماضي لحتى المتظاهرين الإسرائيليين ليش طلعوا؟ لأنه صرح تصريح قال لك أنا إذا خيروني بين فيلادلفيا والمحتجزين،